السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم الخوت من واحد زيز نواحي مدينة رشيدية وغندوزو من نفق زعبل، النفق العجيب. دواوير الجنوب الشرقي، تبارك الله على مول الطاكسي كيدور الخط متصل، ما عندوش مشكل. صحاب الطاكسيات علام، كيزيد كيوقف في المعجبو، كيبعد السينيال كيوقف قدامك، ما عندوش مشكل. واد زيز، القنطرة على واد زيز، واحد دين دخل تبارك الله. الواد كيدوز على ثلاثة المدن الرشيدية، ارفود، على مدينة اخرى.
الطريق دابا هي كاملة كتصيب كاملة، ولات زربية كتعاود كاملة من ميدل تل المدن كاملين ديال الرشيدية، عرفوت تين غير تين جداد، مشات تل ورزازات بحال هكا. ولكن باقي واحد حاجة وحدة باقينا، نافقنا غار زعبل باقي شوية معندكش، دايرين فيه بلايك غير 3 متر ونص. بالنسبة للكاميوات كبار خاصهم 4 متر. وين ما تشوفوا دابا كلشي قدام. نفق زعبل هو هادي اللي غندوزو منو دابا. شوف البلاكة الخوتي هادي 3 متر ونص، 3 متر ونص بالنسبة للجموك وداكشي شوية مفهمتش علاش دايرين 3 متر ونص. أول بلاكة في طريق ناسيونال 3 متر ونص، هنا راه كاينين رجال السلطة ديما واقفين. كندوز من هاد البلاصة من هاد النفق هدا مكنتيقش، مكدبش عليكم اخو، ديما كندوز بشوية وكندير سينيالات، مكنتيقش فيه، كيبان ليا هابط بزاف. بما كتعاود الطريق عاودوها وبحال تهزات شوية، وما اصلا دايرين بلايك 3 متر ونص. يعني بالنسبة للطوقان ديال ناسيونال الا كانت شي نفق ولا قنطرة ولا هادي راه كتكون 4 متر ونص، حتى لهنايا كيدخلولك الشك. هاد الفيراجات هادو قاصحين شوية، مكيبانش لك اللي مكيبانش لك اللي جاي، خصك ديما تكون ترد البال هنايا واش الدور غير بشوية، مكيبانش لك اللي جاي من الجهة. لذلك خصك تعمر الطريق كامل، خصك تشد اليمين ديالك مزيان هنايا بحال هاد الفيراج هدا مكيكونش باين مزيان، متعرفش مع من غتصادح. بحال هادا نيت دابا لي جاي كاع ما على بالوش، وخا عندو هو لي سباس تما فين وقف، خشي راسو كتما غادي، إلا موقفتيش نتايا غادي تولي في مشكل. دابا الاخوان غنطلعوا على حمات مولاي علي الشريف، هما دول غندوزو منهم دابا. هاد الفيلا جا دا حمات، كاين الواد لتحت راه كاينين الناس كيعومو فيه لتحت، راه واش كيبانو ليكم ولا لا؟ ماعرفش. حمات مولاي علي الشريف بالنسبة للناس اللي بغات تجي لحمات، راه هي هادي البلاصة ديالها، هي هادي البلاصة اللي فيها ديك العين.
you